راديو نيل. طيب انا دلوقتي يعني في وسط كل الافلام دي انا سرحت وقلت ايه الهام دي ازاي عايشت زي ما قلنا كل الشخصيات دي مختلفه ومتنوعه ومشوار العمر اداكي الفرصه تعملي الحاجات دي. لما انا ارجع دلوقتي واقول اكتر يعني اكتر افلام مش عايزه اقول اسماء بس اكتر ادوار انت قلتي لي الدور بتاع ايام الغضب اللي لسه الشخصيه دي قاعده جوه بتاثر فيا قوي لسه قاعده زي ما هي تاثر مجنونه فيه. عشان خايفه اتجنن في يوم من الايام يمكن مش عارفه خايفه احتمال لا من كتر ما التجربه ايامها وجعتني قوي. هل في ناس فعلا مصدومين في الحياه الى هذا الحد البشع؟ الاجابه ايوه. تعاطفت قوي يعني وزعلت عليها قوي وزعلت اكيد في ناس زيها عايشين في الدنيا ان فعلا يعني طبعا ربنا عادل وكده وكل واحد بياخد جزء من الحياه بس فعلا في ناس تعبانه قوي. يعني الشخصيه دي سميحه اتمرمطت قوي 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 اللي ابوها كان بيجرها من رقبتها زي البقره اول ظهوري بيجرني بحبل وكانوا جايبين حبل عارفه مش حبل القماش الابيض ده لا البني القش حبل يعني حاجه كده ماتيريال لما تلف حوالين رقبتي وحوالين ايديا بقطعهم فعلا لانه بيجر بجد وانا بعسلك في ايده بجد أيوة ومن ايديا ومن رقبتي في الكواليس الفيلم ده اتقال ان انت اتعورتي كتير طبعا بتعامل انسان زيه زي البقره يعني بلا إنسانية بلا إنسانية القسوة. أيوة لازم تتجنن لازم تتجنن. الأب اللي يبيع بنته عشان عايز فلوس يجوزها لأي حد في بلد أخرى تعيش في غربة ما هيش فاهمة حاجة بيعملوها خدامة ولا بيعملوها بتاعتهم كلهم ولا بيعملوها إيه بالظبط. أيوة لازم تتجنن. أيوة ولما تخلف يقتلوا لها ابنها عشان هي مش عايزينها تورث فلازم تنزل في الشوارع يعني اللي هو لا إنسانية لا إنسانية بحب الإذاعة مع شفكي المنيري من الثلاث للخميس من 6 ل 8 بالليل على نغم FM. بحب الإذاعة.